السلام عليكم إخواني. هذا الفيديو خارج عن إطار تعليم السلوك وتقنيات التدريب. لاحظت أن الكثير من المتطفلين على هذا المجال يقومون بإنشاء قنوات في اليوتيوب وينشرون فيديوهات عن التدريب، وهم أصلا لا علاقة لهم بالتدريب ويعطون معلومات خاطئة. وعلى رأس هؤلاء الناس نجد الفلسطيني جمال عمواسي. أولا تحية لإخواننا الفلسطينيين، وهذا السيد لا أعرفه وليس بيني وبينه أي عداوة أو علاقة أو معرفة شخصية، فقط أريد انتقاده لأنه يقوم بترويج معلومات خاطئة عن التدريب ولا علاقة له بالتدريب. واخترته هو بالضبط لأن قناته هي الأولى عربيا من ناحية المتابعة والمشاهدة في مجال التدريب. أولا سوف أنتقده، ليس للانتقاد فقط أو لأنني أحسده لأن قنواته مشهورة أو شيء من هذا القبيل، إنما فقط لأنبه الإخوة من أين يأخذون معلومات عن التدريب. أخطاؤه: أولا، إذا لاحظتم في تدريبه للكلاب أن الكلب ليس أكتيف، يعني قام بتدريبه بعنف، كلب خائف وليس يقوم بالأمر لأنه يريد أن يقوم بالأمر. وكذلك مثلا تدريبه الكلب عن الهجوم، عندما نلاحظ تدريب الكلب عن الهجوم فإنه لا يعض لأنه مدرب على الهجوم، فقط عنده السليف أو حماية اليد مجرد لعبة فقط، وليس كلب متحمس وينبح ويريد أن يأتي ويعض. فإذا لاحظتم فيديوهات الناس المحترفين سوف تلاحظون أن الكلب يعض لأنه يعض ويبقى متشبتا بواقي اليد. أما أن تأتي بواقي اليد وتعطيه مباشرة للكلب ويبدأ يمسك به وتلعب معه فهذا ليس هجوم. لتدريب الكلب على الهجوم، أولا الأجيتيشن. ما هي الأجيتيشن؟ هي تشريس الكلب. إذا قمنا بترجمة الأجيتيشن إلى العربية فسوف نجد أنها تعني التشريس، يعني يرجع الكلب شرس. الطريقة التي يستخدمها الأغلبية بالخصوص الأناس المحترفين، نحن لا نتكلم عن المبتدئين، أول شيء يمسك المدرب الكلب ثم يأتي رجل الهجوم ويختبئ في مكان غير مرئي للكلب، ثم يظهر مفاجأة أمام الكلب ويحدث أصوات ويتحرك كأنه يلعب على العامل النفسي للكلب. في المرة الأولى إذا قام الكلب فقط بالانتباه إليه وتركيز أذنيه جهة رجل الهجوم والصوت فهذا جيد، يجب على رجل الهجوم أن يهرب ويختبئ. ماذا يفهم الكلب من هذا الأمر؟ يفهم أنه إذا انتبه له سوف يخاف منه ويهرب. مع التكرار في المرات الأخرى سوف يبدأ الكلب بالنباح، ثم سوف يبدأ بجر الليش والنباح والعض. عندما نلاحظ أن الكلب أصبح شرس ويريد العض، آنذاك يمكن أن نعطيه واقي اليد، وواقي اليد لن يعضه في المرة الأولى، بل يجب أن يأتي رجل الهجوم ويرمي واقي اليد ويمسكه بخيط أو بحبل ثم يحركه أمام الكلب. هذه تسمى البراي دريف، يعني أن الكلب عندما يرى شيء يتحرك يظهر له كأنه فريسة فيريد أن ينقض عليه ويمسكه. عندما يمسك واقي اليد آنذاك يقوم رجل الهجوم بإدخال يده في واقي اليد ويقوم كأنه يقوم بوضعية حقيقية للكلب، كأنه أمسك أحد والآخر يريد أن يفلته فيزيد الكلب من قبضته. ثم يأتي بعد ذلك إذا أردنا أن نعلم الكلب كيف أنه يعض، ثم يفتح فمه
وأن كما تلاحظون في رياضة الإيبو يفتح فمه ويبقى واقف أمام رجل الهجوم ولا يتركه يهرب، إذا أراد الهروب يمسكه مجددا وإذا توقف يتركه وينبح. هذا هو الهجوم، وليس أن تأتي بلعبة أو واقي يد وتعطيه للكلب لكي يعض فيه. إذا أزلنا السلسلة وقلنا للكلب أهجم ولم يجد في يد رجل الهجوم الواقي الذي بهذه الطريقة الخاطئة يعتبره فقط لعبة ولا يعتبرها حركة هجوم أو دفاع عن صاحبه أو شيء من هذا القبيل. ثانيا، لاحظت الأخ جمال عمواسي يقول أنه مدرب كلاب، ثم يأتينا مثلا في فيديو أتى بأفعى ووضعها أمام كلب والكلب خاف منها، وما علاقة هذا بالتدريب؟ ماذا استفدت أنا إذا شاهدت فيديو فيه أفعى أمام كلب والكلب خاف منها؟ هل أعطيتني تقنية؟ هل أريتني كيف أدرب الكلب على أمر؟ بطبيعة الحال لا، مجرد بروباغاندا لكي حتى لاحظت. إذا لاحظتم عناوين الفيديوهات عناوين مثيرة، كلب شرس يصارع أفعى وهذا الشيء من القبيل، أو يأتي بكلب مع حمار، وماذا أستفيد أنك كلب مع حمار؟ أريني كيف أدرب الكلب. وسؤال موجه للأخ جمال عمواسي، ماذا قدمت للهواة من معلومات عن السلوك أو عن تقنيات التدريب، أو حتى شاطرت معهم فيديوهات لأناس محترفين لكي يستفيدوا منهم، أو أعطيتهم أسماء لمدربين أو مواقع أو كتب أو شيء من هذا القبيل لكي يستفيد الناس؟ لا شيء. ما كما لاحظت الأخ جمال يستعمل هذه الهواية ولا علاقة له أصلا بها كتجارة فقط للحصول على عدد كبير من المتتبعين وعدد من المشاهدات، ونحن جميعا نعلم أن جوجل أدسنس، إذا قمت بربط قناتك بجوجل أدسنس وكانت عندك 1000 مشاهد متتبع للقناة و4000 ساعة من المتابعة، يبدأ جوجل أدسنس بإرسال إشهارات إلى فيديوهاتك، وسوف تقبض مبلغ مالي قدره $4 عن كل 1000 مشاهدة. وإذا لاحظتم فيديو مثلا الأفعى والكلب عمل 24 مليون مشاهدة، أي أن جمال العمواسي حقق $96,800. نحن لا نحسده، اللهم بارك له في دخله هذا، إنما أنتقده من مبدأ علمي. ماذا قدمت لمدربي الكلاب وهو تربية الكلاب؟ لا شيء. عندي سؤال بسيط للأخ جمال العمواسي ويمكن أن يعتبره كتحدي. جميعنا، ليس جميعنا بل لنقول مثلا بضعة أشخاص، يعرفون أن راندي هار المدرب الأمريكي هو أحسن مدرب في تدريب الكلاب على إيجاد المخدرات والمتفجرات وأشياء مثلها. راندي هار، لكي أريك أخ جمال العمواسي، راندي هار يستخدم البراي درايف ويقوم باستخدام صناديق خاصة لتدريب الكلب على إيجاد المخدرات أو المتفجرات، والنتائج التي حصل عليها هي كلب أكتيف يقوم بالبحث عن إيجاد المخدرات أو المتفجرات بسرعة وبفعالية، وكلب نشيط، يعني أنه يحب أن يقوم بالبحث عن هذه الأشياء وليس مجبر على القيام بها، لأن هناك فرق بين أن يكون الكلب يحب القيام بالأمر وأن يكون مجبرا عليه. سؤالي هو، لو تتفضل علينا أيها الأخ المدرب العالمي وأن تشرح لنا ما هي البراي درايف، وكيف يقوم راندي هار بتدريب الكلاب على إيجاد المخدرات، يجب أن تشرح لنا بطريقة مفهومة وبسيطة لكي يفهمها جميع الإخوة،
كيف يمكن أن تدرب الكلب على إيجاد المخدرات على طريقة المدرب العالمي راندي هار؟ فقط هذا ما عندي لكي أقول، كي أنصحكم بالابتعاد عن المتطفلين عن هذا المجال. إذا كنتم تريدون رؤية الضباع والتعابين والحمير والأبقار، فأنصحكم بمشاهدة قناة الأخ جمال العمواسي. وإذا كنتم تريدون تعلم تدريب الكلاب وسلوك الكلاب وتريدون أن تذهبوا بعيدا في هذا المجال، فأنصحكم بتتبع القنوات المحترفة. وإخواني الكرام، ترقبوا الفيديو القادم الذي سوف يكون تطبيقي عن كيفية تدريب الكلب عن أمر الجلوس أي سيت والنوم داون. كيف سنقوم بتدريب الكلب على تنفيذ الأمر ويكون الكلب أكتيف ويقوم بتنفيذ الأمر بسرعة والانتقال بين الأمرين، يعني جلوس نوم نوم جلوس جلوس نوم، كما تلاحظون في فيديوهات المدربين المحترفين. وشكرا لكم إخواني، ولكي أقول لكم كما في الفيديوهات السابقة، ادعموا القناة وانشروا الرابط لكي تعم الفائدة. وهنا نقطة أريد أن أوضحها، انشروا القناة، ادعموا القناة وانشروا الفائدة، لأنني أقدم خدمة وهي شرح للإخوان كيف يدربون الكلاب وكيف والتقنيات وهذه الأشياء. ولا بأس، أنا أقدم خدمة وأنا أستفيد، هذا لا عيب فيه. مهم أنا صارحتكم مباشرة، لا عيب في أن أقدم خدمة أو علم يستفيد منه الناس وأستفيد في نفس الوقت. ولكن أن أنافقكم أو أقوم بوضع عناوين لا علاقة لها بالمحتوى، مثلا أقوم بكتابة على الفيديو تدريب كلب خارق على قيام بأوامر خارقة وأشياء من هذا القبيل، وعندما تدخلون لا تجدون ما العنوان الذي أثار انتباهكم، لا تجدونه في المحتوى الفيديو. كما لاحظتم فعناويني عناوين بسيطة، كيف تدرب الكلب على هذا الأمر، نظرة عامة حول السلوك أو التقنيات. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.